دونك عندي لو بلا برينسيبال اللي غادي نقدمه. درت هنايا عندي روز بالشعيريه. ايه الروز تاع الشعيريه يا شو بداك؟ ايه واش كاين ثاني؟ بلا زيت بلا والو في المقلى حتى حمارت. بعد طيبت الروز عادي، درت له الزبيب، درت زعتره، بعد زدت عليه هذيك الشعيريه ومرقت حتى لي طابلي كيما هكا، ودرت له شويه زبيب. وهنايا غادي نزيد نقدم معاه كوردون بلو، طيبته عندي اسكالوب تاع الدجاج، درت له لا مارينات، درت له شويه موطارد، شويه ملح فلفل كحل لا بودر تاع الثوم وتو، وداخل درت له فرماج و بولي روتي فيمي، وطيبته حتى في الكوشه حتى اللي طابغاه. وغادي نقدمه هنا مع هاد لا كريم بلانش، درت شامبينيون قليتهم مع شويه ملح فلفل الكحل، وزدت لهم لا كريم ليكيد. هنا غادي ندير هذا كوردون بلو في البلا وندير فوقه لا كريم. الكوردون بلو هذا راه يشهي وباين بلاصتو مع الروز الواعر، وزيد كولي هذيك لا كريم واش نحكي لك. هكذا هنايا غادي نزيد فوقهم هذه لا كريم ليكيد. يي خلاص الفرماج دوك يغطي كاع الكو تاع البولي. حاجه خفيفه شويه برك. كيما هكا نسيي نغطيهم كاع، ومن بعد غادي نزيد فوقهم شويه تاع فرماج. دي بتي مورسو قد ما يتحمروا نشعل الفوغ من الفوق قد ما تعقد شويه لاصوص مع الفرماج ويتحمروا وصيبوا. هذا هو الكوردون بلو اللي غادي نقدمه. لا ديرنيغ توش بالفرماج وديريكسيون الفوغ. نخليه قد ما يتحمر من الفوق وصيبه. دونك هذا هو البلا تاعنا مورما. كيفاش خرج من الفرن؟ شغل ولا لابس صورتي دبا؟ ايه والكبده دايره حاله مليح. شوف خروف طيبتها نورمال على الطريقه التقليديه، طيبتها طوماطيس وشويه عقاقير ودرت لها الماء وخليتها حتى تطيب. هذه هي دروك غادي نبدا في الدريساج تاع كلش طايب، ما بقى غير لا ميزون بلاس. كيما هاكا ونقلبها فوق البلا. كيما هاكا غادي هذا نزيد معاه شويه تاع عندي هنا شويه لوز هاكا حمصته سامبل، غادي نحطها هاكا في لي كوتي، وهنايا اكوتي نحط شوية بولي. نزيد معاه شوية لاصوص هنا باش ما يجيناش ناشف البولي، خاصني ندير شوية لاصوص معاه. كيما هاكا ومن تما غادي هنايا نحط هنا شويه كبده شي مغرفة اخرى ونعمر هنا شويه كبده. كيما هاكا you
نديرها شويه مع هاد النص مفوضه. دونك هذا هو لو بلا برينسيپ ان شاء الله اللي غادي نحطه لضيافي. انا دروك نروح نكمل لي 3 باغ لي باقيين لي ونتلاقاو مع الديسير ان شاء الله. لو بلا برينسيپال فيه البولي الكبده الطون وبزاف فروماج.